في خلال استقباله أعضاء لائحة زحل قضيتنا في معراب، وعد رئيس حزب القوات سمير جعجع بمواصلة مكافحة الفساد مع الحلفاء، مؤكدا الحاجة إلى أشخاص جادين مؤمنين بالدولة الفعلية من أجل قيام هذه الدولة. أعطونا أصواتكم نقدر نواجه أكثر وأكثر، ما بتعطونا لا سمح الله رح نكفي نواجه بالموجود بالمتوفر، وعطول منكفي باللي بيبقى كيف بالحري إذا الموجود رح يكون كتير وكتير وكتير. بدكن نطلع من الواقع الحالي اللي عم نعيشه، بدكن تنتخبوا ناس جديد، بدكن تروحوا على اللي قادر يغير، نحن قادرين يغير.